أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في من آية 87 إلى آية 100، كل هذه الآيات سياق الحديث عنها في بني إسرائيل المعاصرين بذكر نوع آخر من جناياتهم التي اشتركوا فيها مع أسلافهم، وهي تكذيبهم بالكتب المنزلة وخاصة القرآن. كل هذه الآيات إلى أخوة من آية 87 إلى 100 كلها في بيان حالهم مع القرآن وتكذيبهم وحجاجهم ومجادلتهم لئلا يؤمنوا به. تأملوا معي أيها الأحبة قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا بيان عام لحالهم مع الرسل، هذا حالهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أرأيتم قومي أخواني، هذا حالهم، يقتلون أنبياء الله ويكذبون آخرون، والله إن هؤلاء لقوم على ضلال عظيم كبير. وقالوا قلوبنا غلف، يعني اعتذروا باستكبارهم وإعراضهم بأنهم قالوا قلوبنا غلف، لا ندرك، لا نعرف، لا نفهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم قال الله: لما جاءكم كتاب من عند الله، ما هو؟ القرآن، مصدق لما معكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. بماذا يستفتحون؟ قالوا: إنه سيخرج نبي سنتبعه وسنقاتلكم معه. كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم هذا النبي وهو محمد جاءهم ما عرفوا، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ليش كفروا؟ بغيا، أي حسدا وحقدا وكرها أن ينزل الله من فضله أي محمد عليه الصلاة والسلام من غير نسبهم ومن غير سلالتهم، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ثم قال الله في الآية الأخرى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هل آمنوا بما أنزل عليهم؟ كلا. قال الله: ويكفرون بما وراءه، أي غير القرآن، من وراء القرآن، من غير بما وراءه، أي ما وراء القرآن وهو التوراة والإنجيل وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم قال الله عز وجل، فرد الله عليهم أنهم لم يؤمنوا، فقال: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فلم يؤمنوا، لم يؤمنوا بذلك. قال الله: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتاكم بقوة واذكروا، قالوا سمعنا واسمعوا، ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، أعوذ بالله. هذا يبين حال هؤلاء القوم أنهم انتهوا إلى قوله سمعنا وعصينا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة المستجيبة، فقالوا سمعنا وأطعنا. قال الله عز وجل عن هؤلاء: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل ادعاءهم بأنهم يرثون الجنة خالصة لهم في قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم تزعمون أن الجنة لكم دون غيركم فتمنوا الموت. فهل تمنوا الموت؟ كلا، قال الله عز وجل ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ها نحن نرى أيها الإخوة اليهود أحرص الناس على الحياة، ولذلك انظروا كيف يفعلون مع أخواننا، مع أن إخواننا في ضعف شديد وليس بأيديهم إلا اليسير مما في أيدي اليهود، ومع ذلك في جبن وخوف وهرع وهلع شديد من هؤلاء الفلسطينيين القلة الذين ليس معهم شيء، وها أنتم ترون كيف بنوا السور خوفا وذعرا وهلعا. ثم ذكر الله عز وجل حجة من حججهم في زعمهم أنهم لا يؤمنون، فقالوا نحن لا نؤمن، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عمن يأتيك من الملائكة فنرى إن كان هو الذي نريده أو لا، فقال إنما يأتيني جبريل وهو من يأتي أنبياء الله جميعا. قالوا هذا عدونا، عياذا بالله. ليش قالوا هذا عدونا؟ لأنهم زعموا أن جبريل أخذ الوحي، أمر بالوحي أن ينزل، أمر بالوحي أن يكون على أحد بني إسرائيل فجعله على أحد من العرب، عياذا بالله، فكان اتخذوه عدوهم. قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. يعني هنا الله عز وجل يثبت أن هذا القرآن من الله واختيار الله لئلا يكون لهم حجة، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خص جبريل وميكال لأنهم خصوهما هم، فإن قالوا إن كان ميكائيل فهو ولينا من الملائكة، فقال الله من كان عدوا لهؤلاء فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم قال الله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، هنا إثبات من الله عز وجل لرسوله، قال الله وما يكفر بها إلا الفاسقون، والمراد بهؤلاء الفاسقين هم هؤلاء بنو إسرائيل الكافرين ومن تبعهم. قال الله عز وجل انظروا أيها الإخوة أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني هذه الآية رد ادعائهم أنه لم يؤخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعهد إليهم فيه بعهد، فأنكروا أن الله عاهد إليهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل في الآيات التي بعدها ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انظروا يا أخواني إلى ضلال هؤلاء، يعني لما أن الله أرغمهم وسد الطريق في وجوههم وقال الله عز وجل أن كتبكم مصدقة لهذا الرسول وأنكم تقرؤونه في كتبكم، ماذا كان منهم؟ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، أعوذ بالله. يعني قالوا ما لنا ولا هذا الكتاب، حتى التوراة نبذوها. ليش؟ لأنها تلزمهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما دام التوراة تلزمنا فننبذها، عياذا بالله. فنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بماذا استبدلوها؟ استبدلوها بما عند الشياطين، فاتبعوا، قال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، استبدلوها بالسحر والأكاذيب والأخاليق التي يختلقونها من عند أنفسهم لما أرغموا بالإيمان. فقال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. هذه الآيات الحقيقة لدينا فيها وقفات. أولا قول الله عز وجل
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هم زعموا أن هذا السحر الذي يأخذونه من الشياطين من أين؟ قالوا أن هذا هو الذي ورثته هذه الشياطين من ملك سليمان، وأن سليمان إنما ملك الدنيا بهذا السحر، وأنه جعله في صندوق ودفن من في الأرض، فاطلع عليه هؤلاء فأخذوه وأخذوا فيه هذه الأسرار فهم يأخذونها منهم. انظروا إخواني، قال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين هؤلاء يزعمون أن هذا السحر هو بقية أخذوه من سر من أسرار ملك سليمان، وما كان سليمان عليه السلام على سحر. قال الله عز وجل وما كفر سليمان إنما كان على أمر الله عز وجل وخوارق أعطاه الله تعالى إياها، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. هذه الآية استشكل فيها المفسرون استشكالا كبيرا جدا، ووقعوا في تأويلات طويلة، لكن الخلاصة أيها الإخوة هو كيف أن هؤلاء الملائكة يعلمون الناس السحر. هذا هو الإشكال. قال الله عز وجل هنا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. الآية تبين أنهما يعلمان السحر، هكذا ظاهر الآية. وبالتأمل أيها الأحبة وبتتبع أقوال المفسرين وأئمتهم نجد القول الأظهر والله تعالى أعلم أن الله أنزل من الملائكة ملكين وجعلهما فتنة لأهل الأرض، يعلمون الناس السحر فتنة، كما أن الله عز وجل خلق الخنزير وحرمه فتنة للناس، وكما أن الله تعالى خلق الخمر وحرمه. فكأن الله عز وجل أراد بتعليم الملائكة فتنة للناس. قال بعض المفسرين إنما يعلمون الناس السحر ليعلم الناس الفرق بين علم الله ووحيه والخوارق التي والكرامات التي وهبها الله لأنبيائه وأوليائه، وبين هذا السحر الذي أتى به هؤلاء السحرة. هذا تأويل قد يكون محتملا والله أعلم، لكن ذكره كثير المفسرين ومنهم ابن جرير رحمه الله تعالى وهو عمدة التفاسير، ذكر ذلك وبينه تفصيلا ربما يطول المقام في ذكره، لكننا ننقل كلامه. قال ابن جرير رحمه الله إن الله تعالى قد أنزل الخير والشر كله وبين جميع ذلك لعباده، فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم، وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عرفوها التي عرفوها ونهاهم عن ركوبها واقترافها. فالسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم الله تعالى بها ونهاهم عن العمل بها، وليس في إنزال الله إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم، إذ كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن الله عز وجل لهما بتعليمه، يعني أذن الله تعالى به لهما بعد أن يخبراه بأنه فتنة، فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يأتيهم الإنسان فيقول أريد أن أتعلم السحر، قال فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال ابن جرير بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهياه عن السحر والعمل به والكفر. هذا أظهر الأقوال أيها الإخوة، والآية فيها إشكال لكني ما أريد أن أدخلكم في كلام طويل. بعد ذلك أيها الأحبة جاء السياق في الآية من 104 إلى 110، تابعوا ذلك في المصحف. من آية 4 إلى 110 انتقل الحديث إلى من؟ إلى المؤمنين، تحذيرا لهم من أن يتشبهوا باليهود. قال الله لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
وقولوا انظرنا. لماذا قالوا؟ كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون راعنا، وهم يقصدون من الرعونة، يعني يتأولون الكلمة، هؤلاء اليهود يحرفونها. فكان المؤمنون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فنهاهم الله تعالى أن يقعوا في المحذور الذي وقع فيه اليهود، مع أن المؤمنين لا يقولون ذلك إلا من باب أنظرنا وراعنا من المراعاة، لكن اليهود أخزاهم الله يحرفون الكلم، مثل قولهم السلام عليك، وهي عائشة تقول ألا تسمعين يقول السلام عليك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعين أقول وعليكم، أي عليكم السلام، عليكم إن كان إن كنتم قلتم السلام عليكم وعليكم، إن كنتم قلتم السلام عليك وهو عليكم. فهم يحرفون الكلم ويحاولون أن يأخذوا من الكلمة باطنها المحرف، فنهى الله عز وجل المؤمنين من ذلك. ثم ذكر الله عز وجل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. ما المراد بهذه الآية؟ تأملوا معي أيها الإخوة، المراد أن اليهود أرادوا الطعن في القرآن. كيف؟ قالوا كيف القرآن ينزل الله عز وجل آية ثم ينسخها؟ كيف ينزل آيات ثم يرفعها؟ انظروا إلى هذه الحيلة وإلى هذه الدسيسة. هم الآن يقولون هذه لمن؟ للمؤمنين، ليشككوا في نفوسهم ويزعزعوا أنفسهم في هذا القرآن. فقالوا كيف هذا القرآن ينزل ثم يرفع؟ لو كان من عند الله حقا ما رفع، ما نسخ. هذا حقيقة دسيسة خبيثة استطاعوا أن يبثوها في المسلمين. فأنزل الله عز وجل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نؤخرها، أو ننسها أي ننسيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات وهي قراءتان، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هنا الله عز وجل يعزز في نفوس النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قدرة الله، وأن لله الأمر كله، إذا شاء أنزل الآية وإذا شاء رفعها، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فالأمر له. فقال الله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهنا الله عز وجل رد عليهم هذا الزعم وهذا الطعن وهذا التشكيك تثبيتا للمؤمنين. ثم قال الله للمؤمنين أيضا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. كان بنو إسرائيل يكثرون الأسئلة لبني إسرائيل لنبيهم، فكان بعض الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فحذر الله المؤمنين من مشابهة، وهذا التحذير الثالث، مشابهة اليهود وسلوك سبيلهم في تلقي أمر الله وتعاملهم مع نبيهم وكثرة سؤاله، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وهذا المراد بهذه الآية. ثم قال الله في توجيه المؤمنين وتحذيرهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. هذا توجيه من الله للمؤمنين وتحذير لهم من كيد اليهود، أن هؤلاء يودون لو يردونكم من بعد إيمانكم، فيزعزعون هذا الإيمان في نفوسكم ويقذفون في نفوسكم الشكوك، فالله عز وجل حذرهم بذلك. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها فاعفوا واصفحوا حتى، أو في نفس الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما معنى هذه الآية؟ يعني كأن الله تعالى يقول اتركوهم، لا تواجهوهم أو تقاتلوهم فتكون ذلك فتنة، اتركوهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الأمر اليوم الذي يريد الله تعالى فيه أن يجليهم أو يقتلهم بأيديكم كما في سورة الحشر وغيرها، إن الله على كل شيء قدير. وانشغلوا بماذا؟ وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كأن الله تعالى أراد أن يصرف نفوس المؤمنين مما يثير في نفوسهم غضبا على هؤلاء اليهود، ويشحن نفوسهم مما قد يدعوهم إلى الاعتداء عليهم فيدعو ذلك القتال. قال الله عز وجل انشغلوا بعبادة الله، كأن الله تعالى يقول لم يحن الوقت إلى قتالهم. وهذا نأخذ منه درسا عظيما أيها الإخوة، أن المسلم ينبغي أن لا يستعجل أمر الله فيقول هؤلاء الكفار وهؤلاء اليهود يعثون في الأرض فسادا، وهؤلاء اليهود يعني يقومون بكل ما لديهم من كيد ومكر وفساد وإفساد في الأرض ومع إخواننا هناك ونحن صامتون. نعم يجب أن يكون في نفوسنا غيرة لدين الله ونصرة لإخواننا، لكن لا نستعجل أمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون. سيأتي اليوم الذي يأذن الله تعالى به فيه بكبت هؤلاء وقتلهم وإسقاط دولتهم، لكن الأمر أيها الإخوة راجع إلى ما نحن عليه. نحن غير مؤهلين يا إخواني لأن نواجه. انظروا إلى أحوال المسلمين اليوم، ضعف وتخلي عن مبادئ الإسلام وتفرق وشتات واختلاف فيما بينهم، كيف ننتصر؟ فهذا يدعونا إلى أن نرجع إلى أنفسنا، كما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآيات أيها الإخوة التي بعدها من الآية 111 إلى 118، هذه الآيات من قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل هذه الآيات في كشف زيف المكذبين من اليهود وإبطال افتراءاتهم والطعن في اعتقاداتهم، مقابلة لماذا؟ الله عز وجل هنا يطعن في ما هم عليه، مقابل طعنهم وافترائهم على دين الإسلام وتشكيكهم للمسلمين، يقابلهم بمثل ما هم عليه. فقال الله عز وجل هنا أولا، قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان أهودا أو نصارى، من أين هذا لهم؟ افتراء. فهذا دحض الله عز وجل هذا الافتراء الذي زعمه، وقال الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء هم أهل الجنة. ومن هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هم المؤمنون، هم المؤمنون. كأن الله تعالى يقول أن أهل الجنة هم المؤمنون، لكن الله عبر عنهم بهذا الوصف من أسلم وجهه لله. وتأملوا يا إخوة هذه الآية، أسلم وجهه لله يعني جعل كل أمره وجهه وجهته توجهه إلى الله عز وجل، وهو محسن ليس وهو عامل، لا هو محسن يعني في عمله محسن. فاجتمع الإخلاص والإحسان في المتابعة، فهذا المؤمن الحق. ثم قال الله عز وجل ناقضا لهم أمرا آخر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا بيان لماذا؟ لتناقض تلك الملل واختلافها، كل ملة تزعم أنها على شيء، ليست الأخرى على شيء. فماذا قال الله عز وجل وهم يتلون الكتاب، كل معهم كتاب، فكل واحدة تبطل الديانة الأخرى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ المشركون، المشركون مثل قولهم. ثم قال الله عز وجل كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال الله عز وجل في رد أيضا أو إبطال لما هم عليه وتقبيح ما هم عليه، قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا وصف لمن؟ وصف لليهود، وصف للنصارى، وصف للمشركين، كل هؤلاء وقعوا في هذا الوصف.
فكان الله عز وجل يقول لو كنتم على دين ما منعتم مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال الله عز وجل مطمئنا المؤمنين وأن هذا من كرامة الله لهم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، كأن الله يقول إذا منعتم أيها المؤمنون فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم بين أيضا افتراء لهم آخر إبطالا لما هم عليه، قال الله وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه، كل هؤلاء الطوائف الثلاث قالوا اتخذ الله ولدا، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فقال الله هنا وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من هم هؤلاء؟ المشركون. لكن الله تعالى ذكر هذا عيبا على اليهود والنصارى أنهم شابهوا المشركين. هؤلاء المشركون قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من هم الذين قبلهم؟ اليهود والنصارى. أليس عيبا عليهم وهم أهل الكتاب أن يشابهوا المشركين؟ بلى والله. فالله تعالى هنا يعيب عليهم كل هذه الأمور في عيبهم والطعن فيما هم عليه. ثم قال الله عز وجل في الآيات التي هي ختام الحديث عن بني إسرائيل وفيها الفصل وفيها توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، يعني هنا انتهى الحديث عنهم، أبطل ما هم عليه وبين افتراءاتهم وكفرهم وعقوباتهم، فماذا بقي؟ قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا سواء آمنوا أو لم يؤمنوا. ولهذا قال الله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، اتركهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فكن على الحق، كونوا على الجادة التي أمركم الله، ولا عليكم من هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا وكفروا. ولهذا قال الله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال الله عز وجل تحذيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين أنهم هل سيرضوا عنك بعد ذلك وقد أقر الله لك الرسالة وشهد لك بذلك وأكرمك بها وأكرم أمتك؟ لا والله لن يرضوا، سيبقوا بعد أن بين الله تعالى ضلالهم وكفرهم وطعن في ما هم عليه من انحراف. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاحذر يا محمد واحذروا يا أمة محمد، فإن هؤلاء اليهود لن يزالوا، قال ولن ترضى إلى يوم القيامة عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وها هم اليوم يا إخواني يصدون عن سبيل الله عز وجل بكل ما أوتوه من قوة ومن مال ومن عتاد ومن تقنية. فهذه وسائل الإعلام وقنواته، كم القنوات التنصيرية، هؤلاء اليهود الآن يا أخواني يتربعون على الإعلام، فها هم يصدون أبناء المسلمين بتلك الوسائل الترفيهية والمسلسلات الهابطة والأغاني الماجنة والضلال المبين. وكم وقع في مصيدتهم كثير من أبناء المسلمين. أي والله، وهذا معنى قول الله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله قل إن هدى الله هو الهدى، كن على الحق واثبت وأعلنها صريحا،
إن هدى الله هو الهدى ولن أتبع غير دين الله. قال الله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملتهم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن لعظم الأمر وجه إليه الخطاب. وهذه فائدة لطيفة في القرآن أيها الإخوة، أنه إذا كان الأمر مهم وعظيم وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولله في كتابه المثل الأعلى، أنتم ترون إذا كان الأمر عظيم جاء الخطاب من الملك: أمرنا بما هو آت. فكل ما عظم الأمر توجه الخطاب فيه إلى الأعلى الهرم. فالله تعالى هنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو المراد أن وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملتهم، لكن هذا الأمر لما كان عظيما وخطيرا على أمة محمد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة وليحذر أصحابه وأمته: ولا تتبعوا ولا تتبع أهواءهم بعد ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. أبعد هذا العلم علم يا أخواني؟ بعد أن ساق الله عز وجل هذا البيان التام عن بني إسرائيل وكشف لنا كل أوراقهم وأحوالهم وطبائعهم وحذرنا كل التحذير، أليس أبعد هذا العلم علم؟ لا والله، كفانا أن عرفنا أعداءنا، كفانا أن الله تعالى جعل في أول كتابه تعريف بهؤلاء لأنهم أخطر الأمم علينا. فهذا سر أيها الإخوة التطويل في هذه الآيات، لنعلم حق العلم ونبصر حق البصيرة أحوال أعدائنا فنحذرهم، لأنهم هم أعظم من سيضلون عن ديننا. قال الله عز وجل: ما لك من الله من ولي ونصير. ليس بعد ذلك لن تجد من الله بعد الله ولي ولا نصير. ثم قال الله مخاطبا، رجع الخطاب لمن؟ ما أرحم الله وألطفه، رجع الخطاب لبني إسرائيل للمؤمنين منهم، ثناء عليهم وتشريف لهم ودعوة لغيرهم. انظر بعد هذا كله ختم الخطاب في دعوتهم، فقال: الذين آتيناهم الكتاب وآمنوا، منهم عبد الله بن سلام وغيره، قال الله: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به أي منهم فأولئك هم الخاسرون. قضي الأمر. قال الله عز وجل ختام الحديث لهم، النداء الأخير، كأن الله تعالى يقول: هذا النداء الأخير لكم، هل تسمعون؟ هل تجيبون؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. من يبين لي المراد بهذه النعمة؟ قلنا أن النعمة الأولى هي نعمة الخلافة في الآية الأولى، النعمة الثانية هي تعداد النعم عليهم وتفضيلهم بهذه النعم. هذه النعمة ما المراد بها؟ أحسنت، أن بلغهم ومد في أجالهم وبين لهم هذا البيان. ما أعظم من هذا البيان شيء. فقول الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هنا المراد بها والله أعلم بيان الله لهم الحق وكشف لهم الأمر وأعطاهم كل الدلائل والبراهين. فقال الله: يا بني إسرائيل اذكروا هذا البيان، اذكروا أن الله أنعم عليكم بالبيان فلم يترككم كما أنتم عليه من ضلال، بل بين لكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم بأن الله فضلهم وسيبقون على فضل إن آمنوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أوتي أجره مرتين رجل آمن بي وآمن بنبيه. فلو آمنوا لزاد فضلهم عند الله، لكنهم لم يؤمنوا. ثم ختم الحديث عنهم الختام النهائي بتذكيرهم بالآخرة، ولا ينفع لهم معهم، لأن التذكير بالآخرة يا أخواني أعظم ما يردع الإنسان. إذا علم أنه سيموت سيرجع إلى الله، لا شك أن ذلك أدعى الأمور إلى الإيمان. ولذلك ختمه الله بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصر. فالله عز وجل يقول اتقوا ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هم يقولون أن أنبياءنا وصالحين سيشفعون لنا يوم القيامة، حتى الضال منهم سيشفع لهم فيما يزعمون يوم القيامة. فقال الله هنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، لا يقبل من أحد شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الشافعين ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ليس هناك شفاعة هناك إلا لمن أذن الله له، فلن تنفعكم شفاعتكم التي تزعمون ما دمتم كافرين مكذبين. يعني يذكرهم الله عز وجل أنهم مع ما يتعلقون به من رجاء قطع الرجاء عنهم. فهذا أيها الإخوة ختام الحديث عن بني إسرائيل، وأطلنا فيه لأنه أطال الله عز وجل الحديث فيه لأنه كما ذكرت لكم شمل دعوتهم، وشمل بعد ذلك تذكير الله لهم بالنعم، وشمل بعد ذلك بيان كفرانهم وطغيانهم وضلالاتهم وجناياتهم، ثم شمل بعد ذلك عقوباتهم. وجاء بين ذلك يعني من هذه الأمور الأربعة في الآيات من أولها إلى آخرها. فلو تأملنا هذه الآيات أيها الإخوة حق التأمل لظهر لنا حكمة الله في هذا التفصيل، وأن ذلك يستدعي لنا أيها الإخوة أن نحذر كل الحذر، وأن نتجنب أوصاف هؤلاء، وأن نعي ما حذرنا الله تعالى من أنهم أعداؤنا ولن ترضى عنك اليهود. فحينها أيها الإخوة يصلب الإيمان في نفوسنا، ونعظم ما شرفنا الله به. والله لو لم نخرج من هذه الآيات أيها الإخوة إلا أن نعي ونستحضر ونستشعر فضل الله لنا بأننا الأمة المختارة بعد هذه الأمة، وأننا الأمة المرحومة بعد هذه الأمة التي غضب الله عليها، وأننا الأمة المفضلة بعد أن كانت تلك الأمة هي التي فضلت فضلها الله على العالمين، وأننا الأمة التي جعلها الله شهيدة على الأمم كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة أيها الإخوة ستشهد على الأمم هل آمنوا برسلهم أم لا. أعظم من هذا الشرف؟ والله ليس بعد هذا الشرف. فنحمد الله أن شرفنا، ونسأله عز وجل أن يكرمنا بعبادته وشكر نعمته، وأن يديم علينا فضله في الدنيا وفي الآخرة. وننتهي عند هذا الحد، نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق للعبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.